لوين رايحين؟ رايحين على السوق، بدي بيع البراك وطلع مصاري. لك أميني أنا ما قلت لك إنه ما في روح على السوق. شبك وطي صوتك، خوفت البنت، شو صار لك؟ اهدي أمينة ولا تخافي. طيب ما رح حكيها، بس أنت ليش هون؟ أنا اليوم الصبح ما قلت لك بعدي عني، ليش لساتك هون؟ ليش عم بتعيط علي؟ أنت شو صار لك جود؟ فهمني. لازم تفهمي لحالك. يلا أمينة الحقيني وانت روحي على بيتك. ايه رايحة، لا تخاف، واصلا يمكن ما بقى ارجع ابدا. شو صار لحتى رجعتوا على البيت؟ أمينة؟ أختي؟ أنتِ ما كان بدك تفوتي لهون؟ هيك طلبت خالي فتون، وخالي جيهان جابتنا على البيت. وهي ليش عملت هيك؟ قال هيك لازم، بس أنا ما بقى أحبها، لأنها زعلت أمي وبكتها كمان. خلص خالي، لا تزعل، نحن هلأ سوا. لا 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 نور، فتون معها حق، بسبب الطوق صار هيك، الحق علي. أي طوق؟ لك أمينة، لقيت طوق حياة حطته وقامت الأيامي، وحياة ليش كانت ردة فعلها هيك ما فهمت، وفتون خانم كرمال ما تزعل حياة أكتر خلتنا نجي لهون مثل مشايف. خد كل هاي. خلص جيهان، ماني جوعان. رح تاكل. ما بدي. قلت لك رح تاكل. وقلت ما بدي. يا بدك تاكلي أو بدك تبوسيني. يا بتاكل يا بدك تبوسني. يا بدك تاكلي أو رح تضلي معي. يا بدك تاكل يا رح تضل معي. يا بدك تاكلي أو بتموتي معي. يا أما بتاكل يا أما بتموت معي جود. منيح هيك صار اللي بدك يا. إذا بتحبي برجع ببوسك، منموت منعيش ولا ما في لزوم لأكثر من هيك؟ وهلأ أنت كمان رح تعملي اللي بطلبه. روحي. انت لسه ما فهمت علي، انا بدي اعيش مثل ما بدي، بدي ضلني هون ورح ضل هون، وعلى فكرة كل ما انت بتقلي روحي رح اعاند اكتر وضلني هون. قول.
انت شو عم تعمل هون؟ اهلي انت شو اخبارك؟ العوض بسلامتكن. عرفت باللي صار من اهل الحارة. الله يسلمك. خلصت؟ لا لسه بصراحة. هلأ بلشنا. تعا خلينا نحكي، عندي شغل كتير. روح هلأ، في ناس جوا بالبيت. يمان انت شو عم تقول؟ شاريين البيت، عم يحكوا عن واحد اسمه أحمد والجماعة اشتروه منه. عمو يمان شو عم تقول؟ يعني بابا باع البيت؟ ما عندكن خبر؟ جود يبدو في حدا ضحك عليكن. لا، هنن ما بيقدروا يبيعوا البيت، حدا أمانة لبابا حقي، ما فيهم يبيعوا. أمينة خلص رؤي واهدي شوي، بيكون في سوء تفاهم بالموضوع. ايه شو بنعمل؟ مطعميهم قتله؟ مين انتو شباب؟ شرايين البيت. من مين؟ اخذناه من السيد احمد. هذا البيت ملك اختي، لهيك ما فيكن تاخدوه. اخي احكي معي، انا السمسار. احمد بيكون جوزي الي. اها، واحمد طلع الوصي على مرته. كيف؟ شو يعني هالحكي؟ ما عم افهم. هاي الخانم مو عندها تراجع بذكاء العقلي؟ يا ريت تنتبه لحكيك. انا عم احكي اللي صار يا انسي. وقت دخلت على المستشفى، احمد جاب من المحكمه التوكيل عنا، قال ما فيها تحافظ على املاكها. بعدين اجى لعندي وقال رح يبيع هذا البيت، ولقيت له زبون. أمولا قوم خد زبونك معك ونقلعوا من هون. يلا روحوا بقى، شو عم تستنوا هون؟ انا دافع رعبون فيه، راحوا علي يعني؟ بفهم منك انه نصب علي هالمحتال. انا بدي مصاري. قلت اللي بدك مصاريك؟ بعرف كيف حصلهم. ايه يلا روح. ماشي. هذا بيتي انا، بابا حقي عطاني هذا البيت الي. امينه اهدي، طمني، انا ان شاء الله رح حل كل شيء، ما حدا بيقدر ياخذ بيتك منك. ماشي؟ فهمت علي؟ جهان فوتوا لجوا. يلا طه، يلا نور. نور ليك قديش طلع لكم محبين بالحاره، جابوا اكل وطبخ مشكل ملون. ليك هالبرك شو طيبين، انا اكلت منهم وجبت لك الك كمان. يلا فتحت امك. مالي مشتهي خالجيون. بس هيك ما بيمشي الحال، امبارح كمان ما اكلت، لازم تاكل شي. طيب اسمع لقلك، ليك رح اعطيك خيار تاني هلا كرمال تاكل. يا بتحمل الشوكة مثل العالم والخلق وبتاكل لحالك، او انا رح امسك لك من اخيرك هيك، وقتها بينقطع نفسك وبتضطر تفتح تمك كتير وانا بزدت لك اللقمة. اختار. خالي جيهان امتى رح يطلعوا لقبي من الحبس؟ ما رح يطلعوا فورا يا نور، لانه لسه في محكمه وهالشي بده وقت. جيهان جيبي شنطتك لنروح. ليش؟ لوين رايحين؟ نور خالي فوت لجوا، يلا لعند امك. يلا لوين اخذني؟ اذا قلت لي انك اخذني على البيت مثل العاده فما رح روح لتكون بالصوره. جيهان جيبيها. جيبيها.